لما تلاقي واحد وتعرف انه هو يعني راجل حقود، ها، وراجل عينه ما تنزلش، ها، فانت تقرب سرك المعوذتي في سرك، ها، مش تيجي في وشه تقول ايه قل اعوذ برب الفلق من شر، يقول لك يا راجل لا في سرك، ها، تقول قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، السورتين 11 ايه، كل ايه عباره عن جدار صاروخي، لما تتلمس الحسد كله ربنا يحفظك منهم. فدايما تحصن نفسك بالصورتين دول، بالصورتين دول، لان النهارده الناس فتحت لبعض وحسبت بعض وعرفت كل واحد مرتبه قد ايه وبيصرف قد ايه.